حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى الميدان يا حميدان، وصلوا عن النبي العدنان. ونحن هنا في مدينة الشموخ والتاريخ والحضارة، مدينة ما سمعت، مدينة شبام حضرموت، منهاتنا الصحراء بكل فخر وعز. ومع الأستاذ خالد، يسعدني ويشرفني أن أكون معه في هذه الحلقة. حياك الله أستاذ عماد. طبعا عماد اليوم إن شاء الله بإذن الله مهزوم وله ضيف علي وضيف عزيز على قلبي، لكن ايش نسوي؟ اللعبة تحكم حكمها إن شاء الله، لعبة جديدة وتحدي جديد بتشوفوه. أستاذ خالد، نتعرف على فريقي؟ نتعرف على فريقك. تفضل شباب. محفوظ راضي بيان. أشتي صوتي هز المكان كله. محفوظ راضي بيان. يا سلام، هذا محفوظ. اسلام عوض بن سويد. ها؟ اسلام عوض بن سويد. اسلام عوض بن سويد. اسلام، يا سلام. أنا اسمي معروف خراز. يا سلام عليك. خالد أحمد السنزبير. ديمان، أنت أملي الوحيد. خالد أحمد السنزبير. أكبر تحية للفريق الأصفر يا شباب. تعرف على فريقي، اسمك؟ عاطف ربيع بن فاضل. ايوه. احمد علي نصير. ها؟ احمد علي نصير. ايوه. حازم محمد بن حازم. يا سلام. ماري معاني ديب. اتحداهم يسمعوا اسمائهم من ربيع. تحية للفريق الاحمر. تابعونا مشاهدينا الكرام في الجولة الاولى. الجولة الأولى يا أستاذ خالد، مثل ما بتتابعوا مشاهدينا الكرام، المطلوب من الفريق الأصفر والفريق الأحمر حمل اللاعب على قطعة الخشب المجهزة والمعدة. من حيفوز؟ أكيد إن شاء الله الفريق الأصفر. جاهزين يا شباب؟ الأحمر جاهزين؟ جاهزين. يلا. السلام عليكم. يا سلام على الأصفر. الأصفر وصل. لا 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 لا، الأحمر مغالط. لا لا. يا سلام عليك الأحمر. خربتوا بيتنا. يلا نعد. يا سلام على الأصفر. يلا شباب، يلا يلا يلا، سريع سريع سريع، حماية، أسرع، سريع 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 سريع، أيوة أصفر. إذا صدر الكرام 1-1، وانتهت الجولة الأولى بإيش؟ بالتعادل. بالتعادل. نتابع الجولة الثانية. بسيط عن الجولة الأولى، وهو واقف والمحافظة على كمية الماء. جاهزين؟ واحد، اثنين، ثلاثة. يلا شباب. Ha 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 ha!
مهزومين؟ ها؟ جاهزين؟ الجمهور بصوت واحد، واحد انطلقوا. كسر راسه. كيف 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 يلا يا سلام فريقك انتهى تعادل فريقك انتهى عادي خلاص تعادل ما عاد لهمش قدره للشوط الثالث عاد لكم قدره للشوط الثالث ايوه يلا سيف الرابع والجوله الثانيه انتهت ايضا بالتعادل الجوله الثالثه بتكون الحاسمه ولصالح الفريق الاصفر الاحمر الاصفر الاحمر الاصفر الاحمر الاصفر الاصفر خلاص خليك خلاص الجولة الثالثة مشاهدينا الكرام سينطلق فريقي الأصفر وفريق الأستاذ خالد براجمات الصواريخ عبارة عن أكياس مليانة ماء ملون جاهزين يا شباب واحد اثنين ثلاثة بسم الله يلا ارجع ارجع ايوه ارجع الان الان يلا الجمهور ما بنسمعكمش واحد يلا لا 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 أصفر والنبي أصفر أجنبي أصفر والنبي صلوا على النبي أصفر والنبي أيوة مشاهدينا الكرام الآن خلاص سعود اطلع هيا الفريق الأصفر بيدافع براجمات الصواريخ وفريقي الأحمر بينطلق بطلاق الصاروخ انطلق الصاروخ لا يهمكم هذه الفقاعات يلا نعد تعالوا تعالوا يلا
انتهت اللعبة وانتهى الميدان يا حميدان، والنتيجة أكيد معروفة وواضحة كوضوح الشمس. تعادل. كيف تعادل؟ تعادل ولا لي تعادل يا أستاذ خالد؟ هات الجوائز. يعني حتى التعادل شاح؟ هات هات الجوائز. هات هات تعادل صح يا جمهور؟ كلهم قالوا لا. شكرا. تعال يا بابا، تعالي تعالي هنا. يا سلام يا سلام يا سلام. يلا خليك هنا. 130 ألف للفريق الأحمر، و 130 ألف للفريق الرائع الفريق الأصفر. يا سلام. مشاهدينا الكرام، نستقبل إشارة المخرج للانتهاء والمغادرة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.